شوف ما كان بنادم دور على هاد المريض صبر ما طاح دقيق هذه هي الحاله ديما كانت كتشوفيها حنا معذبين هذا وقع حالنا كي الصيف كل ليال طاح لينا الماء ما عندناش ولادنا عطشانين حنا عطشانين كلشي عطشان نص طاب السكنة وصلنا ما نشربوها الحالة توريكم اسيدي ها انتوما الشتي طحت في زرابة كنت غادي نموت غادي بنتي تخلعت عليا يلا شي اللي عطى الله واش واش الزرابة ديما نفس المشكل ديما راه ما تنصيفطوش بالتليفونات جدي مشى بنت خالي كلهم مشاو ثلاثة ارواح حنا تابعينهم من هنا ما قبرناهم حتى للواد حتى ايام حنا نعوموا عليهم جبدناهم مكرنفين ميتين علاش على طارو تاع الماء جابوا يتوا الطبيب انا سيدي الله يرحم الوالدين كانت كاع المشكل ما عندها الماء وما يخلوش نجيبوش وما يخلونا نسقيوش وما يخلونا نشربوش وما يخلونا نضلوا الماء غادي شنو نشربوا لا ولد هاي غادي نواك حنا ما عندنا لا بير لا ولا مفر فينا شي بير لا مقاطعه 10 ما عمرها والله ما عمرني شي واحد ما قادين يزوز الطارو علاش كتبكي دابا انا نبكي على ما تيبكي ما عندوش الماء لا مشيتي لعلا ما شفتي ونبكي على القانون ما خلاولاش نشربوا وما خلاولاش نطلعوا الماء وهاد الماء هذا ما كيخليوناش نسقيو منه الا صابونا كنسقيو منه ولا شي حاجه داكشي باش كنسقيو كيقلعوه الله يعطف عليك رضات الوالدين الا موقف مع هاد الناس ولا قصدي لا ثلاثه انا مزاوق بك الا موقف معنا وقفتي معنا على ثلاثه ندوز لك القدام ديالي